نتكلم اليوم عن الـ SPSS اللي هو مختصر لـ Statistical Package for Social Sciences. هذا البرنامج المهم جدا للبحوث الطبية واللي يدعمها بقوة، ونتعلم بهذا المحاضرة الأولى كيفية الإدخال إلى هذا البرنامج. عندنا نشوف إنه بهذا البرنامج أكو داتا فيو وفيرابل فيو، شوف تروح لكل واحد من عندهم. أين أنا؟ إحنا نشوف كل البيانات في الداتا فيو، لكن من أريد نعرف هذه البيانات وين أروح إلى الـ Variable View. هنا نكتب الـ Names للـ Variables والـ Properties أو الخصائص لكل واحد من الـ Variables. هذه العملية للإدخال بها يعني تقييد كبير، خاصة إذا الـ Variables كثيرة. هذه العملية ما أنصح فيه الإدخال عن طريق الـ SPSS، أنصح إنه يكون عن طريق الإكسل، لمرونة الإدخال عن طريق الإكسل. فشلون تصير عملية الإدخال عن طريق الإكسل؟ خلي نشوف، عندنا فايل هنا على الديسكتوب، هذا الفايل مخصص للإدخال إلى الـ SPSS. خلي نشوف شلون خصائصه حتى يكون قبلة الـ SPSS لإدخاله. عندنا الـ Row Number 1 نكتب بيه شنو أسماء الـ Variables، وبالـ Rows البقية من 2 فما دون راح نكتب أسفل كل واحد من هذه الـ Variables القيم مالته لهذا الكيس. فهذا تعتبر كيس 1، هذا كيس 2، وهكذا بقية الكيسز. وهنا أنا هذا القيم مالتي لكل واحد من الفيروس. عندنا بعض الفيروس هي continuous، بعضها يكون categorical. categorical بمعنى انه هذا القيم هي عبارة عن categories، اصناف. هذه الاصناف اللي مثلا عندنا هنا gender، male و female، اللي ما كتبناها ب رموز مثلا حرفية، يعني مثلا كاركتر نكتب هنا M وهنا F، لا كتبناها كأعداد، رمزنا لها كأعداد 1 للميل و 2 للفيميل. ليش؟ لأنه الـ SPSS يشترط أنه حتى يدخلها إلى الأناليسز مالته أنه تكون نيوماركال أنبوت. فهذه كل الأعداد أو كل الـ Variables اللي هي categorical نرمز لها برموز عددية حتى تدخل الـ Analysis مع الـ SPSS. نروح الآن إلى الـ SPSS. هنا حتى نشوف شلون عملية الإدخال لابد أن نروح إلى فايل و Open، ومن open الى وين؟ الى داتا. كليك على داتا راح يطلع لنا هذا الدايلوج بوكس، راح نغير الباث مالته من دوكيومنتس الى شنو؟ الديسكتوب. هذا الديسكتوب كان عندنا بيه الفايل مال اكسل، لكن ما ظهر السبب انه هو هنا يريد نوع الفايلز اللي هي SPSS. احنا الفايل هو كان شنو؟ اكسل، نذكر نوعه. فظهر الفايل، اختاره ونقول له اوبن. نقول له اوكي. نشوف ظهر هنا عندنا الفايل الـ variables اسمائها والخصائص مالتها. ما تقيدنا احنا بانشاء هذه الخصائص، وانما جتنا جاهزة من الاكسل. ولهذا السبب انصح انه الادخال يكون عن طريق الاكسل. الان نروح الى الداتا فيو. بالداتا فيو نشوف هي هذه القيم لل الفايل مال اكسل. هذه الفايل او الـ Variable Names، وهذه
هذه من ناحية الكيسز، من وين كيس نمبر وين إلى آخره من الكيسز. هنا عندنا الجندر هو 1 للميل و 2 للفيميل. ممكن احنا هنا انا بالاس بي اس اس حتى ما نضيع معاني هذه، خاصة لما تكون عندنا كاتيجوري صغيرة بس كثيرة نضيع شنو معنى ال 1 وال 2 وشنو معنى ال 3 او غيرها، حتى ما نضيع معانيها او تبقى في بالنا دائما. ف راح شو نسوي، راح نسوي ليبل لكل واحد من الكاتيجوريز. الليبل لهذا الكاتيجوري البيرابل راح تكون بهذه الطريقة، نروح إلى البيرابل فيو وأمام الجندر نروح إلى الفاليوز، تحت الفاليوز نسوي كليك يطلع لنا هذا الدايلوج بوكس. الفاليو 1 هي احنا خصصناها الى المئة، فنكتب 100 من كل عدد. التو فاليو 2 خصصناها الى للفيميل، فنكتب نقول له اد، نقول له اوكي. نرجع الى الداتا فيو، نلاحظ انه ما تغير شيء، بقت الجندر مثل ما هي. الحقيقة تغير انه صار لها ليبل، لكن ما يظهر الا نسوي كليك او اكتيفيشن لهذه الايقونة اللي هي تحت الادونز. الايقونة هذه هي فاليو ليبلز، نسوي عليها كليك نشوف تغير او ظهرت. هذه انترنالي هي بقت تحمل القيم مالتها ال1 للميل وال2 للفيميل، لكن كواجهة امامنا كليبل امامنا ظهرت بهالشكل هذا. فبهالطريقة حولناها. ايضا لازم نتعلم شلون التحويل من continuous variable الى continuous variable داخل الاس بي اس اس. يعني مثلا اجتنا الداتا بيها الايجز للكيسز المختلفة، لكن احنا ما عندنا الايجز. اللي يفيدنا انه مثلا سنة الميلاد، ف لابد ان نتعلم شلون نحول هذه الفيرابلز. فالايج ممكن بسهولة نحولها الى سنة الميلاد عن طريق الترانسفورميشن، بالترانسفورم كليك على ترانسفورم و كليك على كومبيوت او الاوبشن. هنا هذا الدايلوج بوكس، نكتب اسم الفيربل اللي نريد نكونه، هو مثلا سنة الميلاد year dot of dot birth. هنا الدوت بدل سبيسز، لانه السبيسز ما يقبل سبيسز. نجي السنة الحالية اللي هي 2020 ناقصنا العمر الايج. هنا الايج ما نتحاشى ان نكتب كتابة، نختار اختيار من هذا الكولوم و نجيبها بالسهم. ليش هنا أنا اختارينا اختيار؟ يعني مثلا هذا الـ A capital لو محولينها احنا الى A small راح يبقى نفس المعنى، لكن الـ variable راح يتغير، وهنا راح يدخل الـ variable صفري، فتصير النتائج كلها 2020. حتى نكون بغنى عن هذه المسألة، او حتى ما نخطأ مثلا بالـ spell مال variable اللي هو موجود جاهز عندنا، هنا نختار اختيار يكون افضل. نقول له اوكي. نشوف results. هذا results هي سنة الميلاد year of birth. الان نرتب هذا الـ variable، نروح وين الى الـ variable view، كليك على الـ variable view. عندنا ما ظهر بعد الفاصلة من أصفار، نصفرها هنا
ونخلي الـ variable كـ center alignment. نرجع إلى الداتا فيو ونشوف ترتبت هذه الـ year object. كإكسرسايز لكم أريد مثلا على سبيل المثال تحسبون سنة الدخول إلى المدرسة الابتدائية، خلينا نسميها year of primary. فأيضا وين راح تروحون إلى transform على أول option اللي هو compute، تسوون عليه كليك. القيم القديمة شو تسوي لها؟ كليك على reset حتى تتخلصون من عدها. وهنا أنا راح تسوون تكتبون year of primary year dot of dot primary و تعطون القيمة اللي هي سنة الميلاد زائد 6. نختار اختيار سنة الميلاد أحسن ما نخطئ بالسبيل مثلا أو بشيء يسوي يحولها إلى variable صفري. سنة الميلاد زائد 6. ونقول له أوكي. حسبنا اياها ونشوف هنا بالنهاية ظهرت هذه القيم لهذه الفيربل. هذا الفيربل مالتنا كان بهالشكل هذا. يعني اذا بدنا نوضحه فهو بهالشكل هذا. الآن ممكن أن تروحون إلى الـ Variable View وترتبوا لهذا، تشيلون الأصفار وتخلوه سنتر.